رائد المناخ للقمة 27 للتغيرات المناخية، رائد المناخ بمعنى؟ هو رائد المناخ يعني هي ترجمة لكلمة برضو قد تثير نفس التعجب باللغة الإنجليزية، اللي هو الكلايمت شامبيون، اللي ممكن تترجم عليه انه بطل المناخ. هو يعني عمل تنسيقي بالاساس جاء بعد اتفاق باريس الشهير بخصوص تغيرات المناخ والتعامل مع تحدياتها. وبعد هذا الاتفاق المهم اتعمل عده قواعد تم اقرارها في ما يعرف باطار مراكش، لان كانت القمه اللي بعدها كانت في دوله المغرب الشقيقه، وفي اطارها تم تحديد عدد من المهام لتنسيق كل الأطراف غير الرسمية التي تتعامل مع تحديات المناخ. في الإطار الرسمي ده الدول كل واحدة لها بيبقى مفاوضين هم اللي بيقوموا بتحديد أولوياتهم وأعبائهم وفقا للاتفاق والتزاماتهم وفقا لاتفاق باريس. ولكن في بقى مجموعات خاصه بالمؤسسات الماليه، المؤسسات الاكاديميه، منظمات غير حكوميه سواء محليه او عالميه. اللي بينسق لهذا العمل كله هو ما يعرف بدور رائد المناخ. هو عمله بيتم لمده سنتين في الدوره اللي بتستضيفها بلاده. وانا تشرفت بان مصر اختارتني في هذا العمل المهم من شهر فبراير الماضي. واحنا زي ما حضرتك عارفه مصر بتستضيف قمه المناخ في نوفمبر، وبيستمر عمل رائد المناخ بعد انعقاد هذه القمه والى ان تتم القمه التاليه، وان شاء الله هتكون في الامارات العربيه المتحده القمه 28.